المنطقة الرمادية ما بين الحياة والموت، Gray Space Between Life and Death. المنطقة الحدودية ما بين الحياة والموت أصبحت مأهولة في الآونة الأخيرة بصورة متزايدة، دفعت العلماء لدراستها بشكل أعمق عشان ليكتشفوا أن الوجود البشري ليس مجرد مفتاح إضاءة بحالتين فقط، حياة وموت، لكنه مفتاح خافت التدرج قابل للحركة عبر مراحل عدة متدرجة ما بين الأبيض والأسود. وفي تلك المراحل الرمادية الموت ليس بالضرورة أبدي، الحياة من الصعب تعرفها علميا بدقة، وبعض الأفراد عبروا تلك الفجوة وعادوا، وفي بعض الأحيان وصفوا ما مروا به على الجانب الآخر. الجراح الإنجليزي الأمريكي سام بارنيا في كتابه مسح الموت Racing Death اللي نشره سنة 2013 بيقول إن الموت عملية وليس لحظة، سكتة جسدية كاملة يتوقف فيها القلب عن النبض، لكن الأعضاء لا تموت على الفور، في واقع الأمر بتظل على حالتها لفترة طويلة بعد الموت، مما يعطي فرصة لعكس عملية الموت. لكن إزاي يكون الموت اللي في جوهره أمر أبدي قابل للإنعكاس؟ وإيه هي يا ترى طبيعة العقل أو الوعي خلال هذا الانتقال عبر المنطقة الرمادية؟ عدد متزايد من العلماء بيبحث في تلك الأسئلة الصعبة. عالم الأحياء الأمريكي مارك روس بيقوم بتجارب بيحاول فيها تعليق الحيوانات في سوائل كيميائية في محاولة لتقليل ضربات القلب والتمثيل الغذائي إلى مستويات قريبة من الثبات الشتوي. لو توصل للتكنولوجيا دي هيمكننا من وضع المرضى اللي بيمروا بأزمات قلبية شديدة في حالة ثبات إلى أن يتم إنقاذ أجهزتهم الحيوية. الأكسجين بيلعب دور أساسي في الحياة، لو توقف إمداده تماما مات الجسم، لكن لو تقلص لدرجة معينة سيظل الكائن على قيد الحياة لكن في حالة معلقة. الأبحاث اللي تمت على ديدان نيماتودو التربة Soil Nematodes أظهرت إنها بتعيش في بيئة فيها معدلات الأكسجين أقل من 5/10 وبتموت لو قل الأكسجين عن 1/10%. في هذه الحالة الديدان بتدخل في حالة تعليق بحيث بتحتاج إلى كميات أقل من الأكسجين من أجل البقاء. دي تقريبا طريقتهم في الحفاظ على أنفسهم أثناء الحرمان الشديد، تقريبا حالة من حالات الثبات الشتوي. الجراح الأمريكي سام تيشرمان بيجري تجارب سريرية لخفض درجة حرارة الجسم وبالتالي إبطاء النزيف علشان يتمكن الجراحين من تضميد الجروح. خبراء حفظ الخلايا الحية بالتبريد كرايونيكس في ولاية أريزونا الأمريكية بيحتفظوا بأكثر من 130 عميل ميت في حالة متجمدة على أمل إن في وقت ما في المستقبل البعيد، ربما حتى قرون من دلوقتي، حيتم إذابة وإحياء هؤلاء العملاء. عملية الحفظ بالتبريد لا يمكن عكسها في الوقت الحالي، لكن العلماء بيعملوا بجد آملين إنهم يتوصلوا في يوم ما لتكنولوجيا تسمح بإعادة الخلايا الميتة المجمدة إلى الحياة مرة أخرى. وفي أواخر الستينات من القرن العشرين مصطلح الموت الدماغي Brain Death متزامن مع تطور التكنولوجيا وأجهزة الإنقاذ الطبية اللي غيرت الحدود ما بين الحياة والموت، وعمليات زرع الأعضاء اللي أظهرت بقوة إن الموت من غير الممكن تعريفه بالطرق التقليدية السابقة زي توقف التنفس أو توقف دقات القلب، لأن أجهزة التنفس الصناعية من الممكن إنها توفر كلاهما إلى أجل غير مسمى. هل يا ترى المريض على جهاز التنفس الصناعي ميت أم على قيد الحياة؟ ولو أوقفت جهاز التنفس الصناعي عن الفرد، هل من الممكن إننا نأخذ أحد أعضائه زي القلب مثلا ونزرعه في شخص آخر؟ وماذا لو بدأ القلب ده في النبض مرة تانية؟ هل كان المتبرع حي أم ميت؟ للإجابة على الأسئلة الشائكة دي اجتمعت لجنة من جامعة هارفارد سنة 1968 لتحديد الموت بطريقتين، الطريقة التقليدية بالمعايير القلبية الرئوية وطريقة جديدة بواسطة الطرق العصبية اشتملت على المعايير العصبية اللي بتستخدم الآن لتحديد موت الدماغ، وبتعتمد على ثلاث مقاييس أساسية: الغيبوبة أو عدم الاستجابة، انقطاع التنفس أو عدم القدرة على التنفس بدون جهاز تنفس صناعي، وغياب ردود الفعل على جذع الدماغ Brainstem. المخ
بيحتاج إلى طاقة أعلى من باقي أعضاء الجسم، وبالتالي يصبح أول الأعضاء اللي بتفقد وظيفتها، وبيعاني من إصابة في الغالب لا يمكن معالجتها عندما يصاب الفرد بسكتة دماغية وبيتوقف تدفق الدم. مناطق المخ المختلفة ذات درجات متفاوتة من القابلية للإصابة، بداية من واحدة من أكثر المناطق هشاشة وهي الحصين هيبوكامبس اللي بيلعب دور أساسي في دمج المعلومات مع الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى، وكذلك في الذاكرة المكانية اللي بتتحكم في إدراكنا للمعالم المكانية والحركة. تقريبا بيصاب بدمار في اللحظات الأولى بعد السكتة الدماغية، علشان كده الأفراد اللي بيصابوا بأي سكتات دماغية انعادوا للحياة بيكون من الصعب تذكر التجربة اللي مروا بيها. يليه القشرة المخية سيريبريال كورتس اللي بتتحكم في الوظائف التنفيذية والمعرفية، بتدمر في خلال ساعتين تقريبا من السكتة الدماغية، واللي بينتج عنه فقدان الفرد لقدرات اللغة وصناعة القرار. وبمجرد ان العقد القاعدية بيزال جانجليا تفقد مصدر الدم، القدرة على التحكم في الأعضاء العين وباقي أجزاء الجسم بيتوقف تماما. بعدها بيقل مستوى الأكسجين عند الثالاموس فبيتوقف عن إرسال معلومات للقشرة المخية، وبالتالي بيتوقف الإحساس بالضوء، السمع، اللمس وباقي الحواس الأخرى. ومع توقف جذع المخ برين ستام اللي بينظم الجهاز التنفسي، القلب والأوعية الدموية، بتتوقف عمليات التنفس والابتلاع اللي تقريبا بتكون آخر مرحلة في موت المخ بعد 5 ساعات من السكتة الدماغية. لو معجزة تم تعريفها على إنها إعادة شخص مرة أخرى إلى الحياة، فالموضوع ده بيحدث أحيانا في الطب، والحالات اللي بيحدث فيها موت بعض المرضى وعودتهم للحياة متعددة، ورحلة الناجين من العالم الآخر في المنطقة الرمادية متفاوتة المدة من دقائق لحالات تعدت الساعة. مثلا في حادثة الطفل جارديل مارتن اللي سقط في مجرى مائي متجمد وهو عمره أقل بقليل من 2 سنين، وأصيب بسكتة قلبية ودماغية استمرت تقريبا لمدة 101 دقيقة. عاد بعدها الطفل للحياة بعد مساعدات طبية مهولة وحالة صحية وعقلية للأسف متدهورة جدا. التجارب دي اللي بيشار إليها بتجارب الاقتراب من الموت Near Death Experiences أو NDEs، العلماء بدأوا بالاعتقاد إن سببها طيار دم ضعيف مصاحب بنشاط كهربائي غير مألوف في المخ بيؤدي للتجربة المألوفة اللي بيشوف فيها المرضى ضوء في نهاية النفق. المثير في تجارب الاقتراب من الموت إنها في العادة بتحتوي على تجربة الخروج عن الجسد Out of Body Experience أو OBE، فيها الفرد بيشعر إنه خارج جسمه وعلى إدراك تام بالأحداث اللي بتحدث من حوله. ما يقرب من 18% من الناس اللي أعيدوا من الموت بعد الإصابة بنوبة قلبية قالوا إنهم اتعرضوا لتجربة الاقتراب من الموت، في حين إن الإحصائية دي طبيعية جدا بالنسبة لكتير من المؤمنين بفكرة الكائنات الغير مادية، إلا إنها بتشكل إشكالية للعلم لأنه لا ينبغي أن يكون للموتى أي وعي على الإطلاق. إذن إزاي ممكن نستخدم نظرية طبيعية وليست ميتافيزيقية لتفسير تجارب الاقتراب من الموت؟ مجموعة من العلماء والباحثين من جامعة كنتاكي الأمريكية نشروا دراسة كتفسير علمي لتجارب الاقتراب من الموت، وافترضوا في نظريتهم أن الظاهرة هي في الواقع حالة من حالات الاضطراب النومي اللي بيحدث فيها حركة العين السريعة REM intrusion، وفي الحالة دي عقل الفرد قد يستيقظ قبل جسده اللي بيسبب الهلوسة والشعور بالانفصال جسديا عن جسمه. واعتقدوا ان تجربة الاقتراب من الموت هي نفس اضطرابات حركة العين السريعة بسبب الاحداث المؤلمة زي السكتة القلبية. لو كانت الفرضية صحيحة فالافراد اللي بيدخلوا في تجربة الاقتراب من الموت نتيجة الصدمة عقلهم بيدخل في حالة غير متوقعة تشبه الحلم. النظرية بتطرح إطار من الممكن إنه يفسر الجانب اللي كان غامض عند العلماء لفترة طويلة، إزاي من الممكن للفرد إنه يسمع ويدرك بعد الموت المؤكد للمخ. المنطقة اللي بتحدث فيها ظاهرة الرام وجدت في جذع المخ برين ستام اللي بيتحكم في جزء كبير من وظائف المخ وبيعمل بشكل مستقل تقريبا عن باقي المخ، وبالتالي حتى وإن أصيبت مناطق أخرى عليا في المخ بالموت المؤقت، جذع المخ من الممكن أنه يستمر في العمل، وبالتالي ظاهرة الرام من الممكن أن تحدث. يبدو أن التفسير ده جيد لتجربة الاقتراب من الموت، لكنه ما بيفسرش تجربة الشعور بالخروج عن الجسد.
طبيب الأمراض العصبية السويسري أولاف بلانك في علاجه لمريضة مصابة بنوبات صرع أجرى اختبار رسم خرائط للمخ Brain Mapping لتحديد أي مناطق بتتحكم في أي وظائف. وفي أثناء تنشيط أحد المناطق المريضة فجأة مرت بتجربة خروج عن الجسم وأخبرته أنها كانت قادرة على رؤية نفسها من الخارج. ومن هنا بلانك حدد أن منطقة Angular Gyrus من الممكن جدا أن تكون مسؤولة عن تجارب الخروج عن الجسم. المثير في الأمر أن المريضة مرت بنفس الإحساس بالخروج عن جسمها في كل مرة قام فيها بلانك بتنشيط منطقة الأنجلر جايرس. المعلومات المطروحة على المخ من مصادر مختلفة زي وهج الإضاءة، الأصوات، الزبزبات إلى آخره بيتم فرزها من خلال وحدة التي بي جي في المخ المسؤولة عن فهمنا لجسمنا ووضعه في الفضاء الخارجي المحيط بنا. بلانك بيعتقد أن العطل في المنطقة دي مسؤول عن إحساسنا أننا في مكان ما خارجي عن جسمنا. النظريات دي عليها عدد من الاعتراضات وما زالت محل البحث والتدقيق العلمي، وإن كانت ما بتقدمش تفسير كامل لتجربة الاقتراب من الموت إلا إنها بتمهد الطريق لتفسيرات طبيعية علمية لطبيعة المنطقة الرمادية ما بين الحياة والموت.